كاين معركه اخرى في جهه جبل الازرق، وش هي المعركه هذه؟ عام 59 شهر ما جبتش 59 سنه في فرنسا في العراق في الجبال. هما سبعة ولا ثمانية جنود في قلب سيدي مخلوف وادي الحلفة. وادي الحلفة؟ قولهم رواقيب الحلفة. رواقيب الحلفة اي رواقيب الحلفة. يعني قلب سيدي مخلوف حنا نقولهم رواقيب بن بلقان داروهم من بعد رواقيب الحلفة. سمعت؟ هذوك سبع جنود ولا ثمانية لحقت لنا فرنسا تضيف العرفات في الجبال. لحقت لنا فرنسا قابلتنا حنا مياه. سبعة ولا ثمانية ضد جيش ضد كوان ضد كوان الطيارات والدنيا وكل شيء. اسمع هيا يضربوا اثنين حنايا ثلاثة منعنا ثلاثة منعنا واثنين ضربوهم خمسة واحد واثنين ماتوا استشهدوا وداوهم هذوك اللي مضروبين داوهم قروهم ولا داوهم ولا بطوا يقتلوا فيهم هذا في سيدي مخلوف من قبل ها في تعظمت من قبل قلهم صافي يا سيدي اثنان قتلوهم ثم تيف احنا مقطع الوسط اعدموهم ثم هذه المعركة